سلام الله عليكم متابعي قناة أنفوجاليا الأعزاء. أولا كنشكر جميع المتابعين اللي تفاعلوا مع الفيديوهات، وكنتوا كثيرين اللي تفاعلتوا مع الفيديوهات واشتركتوا في القناة، وكنشكركم كذلك على اللايكات والدعم ديالكم. وكنذكر دائما اللي كيشاهدنا لأول مرة يشترك معنا ويفعل الجرس باش يوصلوا الجديد ديالنا. في هذا الفيديو اختاريت جوج ديال العناوين أو جوج ديال المواضيع عفوا. الموضوع الأول كيتعلق بضربة غير متوقعة تلقتها جبهة البوليزاريو من إسبانيا، والموضوع الثاني غادي نتحدث فيه عن فقدان البوليزاريو اللي أكبر الداعمين له بالاتحاد الأفريقي. في التفاصيل، البوليزاريو كتحتج وكتعبر عن استغراب ديالها، علاش؟ لأن وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر زار مدينة العيون وطلبت الجبهة الصليب الأحمر الدولي بتوضيحات حول الدور اللي كتنوي اللجنة الدولية القيام به في الصحراء المغربية، بحسب ما ورد في موقع اليوم 24 الإخباري المغربي. وتلقى الوفد ديال الصليب الأحمر مسؤولين محليين في مدينة العيون ونشطاء في المجتمع المدني، وهذا ما زاد من حلق الجبهة اللي عبرت عن اندهاج ديالها من رؤية مؤسسة بحجم ديال الصليب الأحمر الدولي كتعمل على الأرض في الصحراء المغربية دون إبلاغها. هذا شيء مثير جدا، علاش؟ لأنه من جهة البوليزاريو تعبر عن الاستغراب ديالها من زيارة وفد ديال الصليب الأحمر للصحراء المغربية والتقاء بمسؤولين مغاربة في عين المكان، وفي الوقت اللي كتلتزم الصمت بالنسبة لوفد آخر اللي زار هاد الأيام الأقاليم الصحراوية المغربية. إذن علاش الكيل بمكيالين في وقت اللي كتستغرب وكتحتج عن الزيارات اللي كتقوم بها بعد وفود الأجنبية للصحراء المغربية بما فيها الصليب الأحمر، وفي نفس الوقت فهي تلتزم الصمت مع الزيارة الأخيرة اللي قام بها وفد اقتصادي مهم من إقليم الباسك الإسباني. غادي نشرح لكم قبل ما نشرح لكم السبب علاش هي كتلتزم الصمت بالضبط، يعني اتجاه هذا الوفد اللي جاي من إسبانيا، ولكن قبل ذلك غادي نتحدث لكم على الزيارة اللي قام بها هذا الوفد ديال إقليم الباسك للصحراء المغربية، لأن هذا شيء مهم جدا، لأنه كيعبر أنه إقليم الباسك يعني بطريقة غير مباشرة فهو يعني كيعترف بالصحراء المغربية، وكنعرفوا من الباسك هو جزء من إسبانيا، إذن فإسبانيا بطريقة غير مباشرة فهي تعترف بمغربية الصحراء. وإذا غادي ندوزوا للتفاصيل ديال هاد الزيارة اللي قام بها هاد الوفد باش تعرفوا في النهاية، باش نشرح لكم علاش هي التزمت الصمت وما بغاش تحتج كيف ما كانت العادة تجاه الوفود الأجنبية اللي كتزور الأقاليم الجنوبية الصحراوية المغربية. إذا هاد الوفد الإسباني هو فقام بزيارة لمدينة الداخلة باش يكتشف الفرص الاستثمارية والتجارية اللي كتوفرها جهات الداخلة والذهب، فهو إذا هو ناوي يستثمر في الصحراء المغربية. وبهذه المناسبة ناقش في هاد الفاعلون الاقتصاديون ورؤساء المقاولات من إقليم الباسك الإسباني فرص الاستثمار والأعمال المتاحة في مختلف القطاعات الإنتاجية بجهة الداخلة والذهب، مثل الصناعة الغذائية والصيد البحري والطاقة المتجددة. وأبدوا في هذا السياق الاهتمام الكبير ديالهم بهذه الجهة والرغبة ديالهم باش يساهموا في الديناميكية الاقتصادية المحلية من خلال اغتنام مختلف الفرص الاستثمارية المتاحة بعين المكان.
وهكذا التقى هذا الوفد الإسباني الباسكي اللي كانت تقوده امرأة أو سيدة أعمال تدير أزيد من 30 مقاولة ومؤسسة فندقية، والتقوا كل من والي جهة الداخلة والذهاب وكذلك النائبة السادسة لرئيس المجلس الجهوي ومدير المركز الجهوي للاستثمار. وقال السيد ألفريدو سيلفان فرنانديز، هو رجل أعمال متخصص في القطاع الصناعي، في تصريحه للصحافة عقب هذه اللقاءات أن هذه الزيارة، سمعوا معايا مزيان لأن هذا شيء مهم جدا، هذه الزيارة غادي نشرح لكم بزاف على علاش هذا التصريح مهم بزاف، لأنه جاء في واحد السياق خطير جدا. كيقول أن هذه الزيارة كتهدف للاطلاع على المجهودات اللي كتبذلها المملكة المغربية على الصعيدين الوطني والجهوي، لا سيما الأقاليم الجنوبية اللي كتكتسي واحد الأهمية كبيرة بزاف. وأبرز هاد السيد سيلفان أهمية ديال البنية التحتية اللي كتزخر بها الجهة ديال العيون، الساقية الحمراء والداخلة والذهب، ومشيرا إلى أن هذه الزيارة مكنت من الوقوف على المجهودات المبذولة من خلال عدد من المشاريع خاصة بالبنية التحتية المنجزة في مختلف المجالات. وأضاف أن الوفد على تواصل دائم مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين في إقليم الباسك الراغبين في الاستثمار بالجهة، أركز وأسطر على كلمة في الاستثمار بالجهة، مشيرا إلى أن الزيارة المقبلة لهؤلاء الفاعلين الاقتصاديين غادي تكون عندها واحد طابع تقني محض، يعني غادي يهضروا في التفاصيل قيمة الاستثمار، الدراسات التقنية وغير ذلك، علاش باش يفعلوا المشاريع اللي غادي يتم التحديد ديالها. وضاف بأن هاد الزيارة الأولى أتاحت واحد الفرصة باش ياخدوا فكرة عن القطاعات الاستثمار المحتملة اللي كاينة في الجهة واللي كتهم على الخصوص. هنا راه حددهم اللي هما الطاقات المتجددة، تطوير وتصنيع المنتوجات الغذائية والفلاحية والبحرية، وهذا طبعا في أفق خلق الربح وفرص الشغل على الصعيد الجهوي. ومن الجهة ديالها أشارت سيدة الأعمال تاتو إلى أن هذه الزيارة كتهدف إلى بحث إمكانيات إرساء شراكة في قطاع الصيد البحري بهدف تعزيز العلاقات التجارية في هذا المجال. وضحت بأن مدينة الداخلة كتزخر بواحد المؤهلات بحرية هائلة، وجزء منها مخصص للتصدير إلى إسبانيا، وسطر كذلك جزء منها مخصص للتصدير إلى أين؟ إلى إسبانيا، وسطر على إسبانيا. فهنا كنطلب منكم تقرأوا ما بين السطور، هنا سطرت لكم على جوج ديال الكلمات عفوا، وهادشي ما كانش عبث. سطرت على الاستثمار في جهة الداخلة، وسطرت على التصدير إلى إسبانيا. علاش سطرت على الاستثمار وعلاش سطرت على إلى إسبانيا؟ بالنسبة للاستثمار فهذا كيفند بصورة نهائية الادعاءات الأخيرة اللي جبهت البوليزاريو أن شركات عالمية بدأت كتخرج من الصحراء لأن فيها الحرب وفيها عدم استقرار وكذا وكذا وكذا، وهذا بالدرجة الأولى اللي دفع الجبهة ديال البوليزاريو تلتزم الصمت على زيارة هذا الوفد لإسبانيا. هذا بالإضافة لأنه كان هناك عقدة تاريخية من الجبهة مع إسبانيا. وبالنسبة للمسألة الأخرى والكلمة الأخرى اللي سطرت عليها هي التصدير إلى إسبانيا، واش كاين شي حاجة أو شي دلالة كتدل على الاعتراف الضمني لإسبانيا بمغربية الصحراء أكثر من هذه المسألة، أنه تصدير منتوجات محلية من الصحراء المغربية إلى إسبانيا؟
خصنا نقراو يعني بطريقة لبقة ما بين السطور، ونستخرجوا العبر من هذه التصريحات اللي صرحوا بها هاد الوفود، اللي هما ماشي يعني ناس عاديين، فهما ناس رجال اعمال ونساء اعمال، يعني اللي كيعرفوا وكاش كيقولوا وكيوزنوا الكلام ديالهم. الضربة الثانية اللي تلقاها البوليزاريو هي فقدان اكبر الداعمين له بالاتحاد الافريقي في شخص الجزائري اسماعيل الشرقي. اسماعيل الشرقي هذا اللي ترأس يوم 9 مارس 2021 اخر اجتماع له كرئيس لمجلس السلم والامن الافريقي، وخلال هذا الاجتماع بغى يقدم اخر هدية للبوليزاريو قبل ما يودع. وشنو هي هذه الهدية؟ شنو كانت طبيعة الهدية؟ هو خرج واحد البيان اللي كيطلب من المفوضية ديال الاتحاد الافريقي باش تاخذ جميع الخطوات باش تعاود تفتح المكتب ديال الاتحاد الافريقي في العيون بالصحراء المغربيه على وجه السرعه، وذلك باش تمكن الاتحاد الافريقي من اعاده احياء الدور ديالو في البحث عن حل سياسي لهذا الصراع طويل الامد. كيف ما طلب بزياره ميدانيه باسرع ما يمكن للحصول على معلومات مباشره عن الوضع، وصلت به يعني الوقاحة لحد مطالبته الأمين العام للأمم المتحدة من المستشار القانوني للأمم المتحدة بتقديم رأي قانوني حول فتح قنصليات في إقليم الصحراء المغربية. مليش الشرقي بغيتي تهضر في القانون وفي القوانين؟ نهضروا على القانون. اش كيقول القرار 693 اللي تم اتخاذ ديالو في القمة الأفريقية اللي انعقدت في يوليوز 2018 من نواكشوط؟ واش كتعرف اش كيقول هاد القرار؟ هاد القرار كيأكد على الاختصاص الحصري، وأسطر على كلمة الحصري، للأمم المتحدة باعتبارها إطارا للبحث عن حل للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية. ودائما في إطار القانون والمساطر القانونية، كيفاش السي الشرقي غادي تفسر لينا أن هذا الاجتماع ديال مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي فهو انعقد في 9 من مارس، بينما صدر هذا البيان في 19 من الشهر ديال مارس؟ أشنو السبب اللي خلى هذا البيان ما يخرج في نفس اليوم؟ الجواب بسيط جدا، لأن هناك فقط كانت مناورات وكانت خروقات لشبت هذه المسطره ديال المصادقه على هذا البيان. فقبل ما تطرح السؤال على المستشار القانوني ديال الامم المتحده، فطرح اولا السؤال على المستشار القانوني ديال الاتحاد الافريقي، واش مجلس السلم والامن بالاتحاد الافريقي عنده الصلاحيه وعنده الصفة باش يصدر أي بلاغ وأي بيان أو توصية في ملف الصحراء المغربية؟